سيد ماجد، أهلا وسهلا بك. هل فعلا سيطر مقاتلو الجيش الحر تماما على أكاديمية الشرطة في حلب أم ما زالت المعارك مستمرة؟ نعم، بالنسبة لمدرسة الشرطة، طبعا هذه المدرسة تم السيطرة عليها بالكامل. الجيش الحر أعلن يعني نهاية هذه المعركة وتحرير مدرسة الشرطة، آخر معاقل النظام في ريف حلب الغربي، بالإضافة إلى تحرير بلدة خان العسل التي تقع بجوار مدرسة الشرطة. هذه المدرسة الآن هي تحت سيطرة الجيش الحر بالكامل، وتم تسميتها باسم مدرسة الشهيد أحمد الفج، نسبة إلى الملازم أول الشهيد أحمد الفج الذي كان صاحب أول مبادرة في اقتحام مدرسة الشرطة منذ سنة تقريبا. إذن هي تحت سيطرة الجيش الحر بشكل كامل. طيب سيد ماجد، كم بلغ وفق معلوماتك عدد القتلى والجرحى من الطرفين نتيجة هذه المعركة؟ نعم، بالنسبة إلى شهداء الجيش الحر، طبعا هم موثقون بالاسم الثلاثي، بلغ شهداء الجيش الحر حوالي 55 شهيد منذ بدء المعركة، يعني منذ 10 أيام وحتى تاريخ انتهاء هذه المعركة صباح هذا اليوم. 55 شهيد من قبل الجيش الحر، إضافة إلى حسب ما ورد من معلومات بالنسبة للجيش الحر عن 150 قتيل من الجيش النظامي، بينهم ضابط وصف ضابط ومجند. طبعا هذه المعلومات معلومات قتلى الجيش النظامي، ليست مؤكدة 100%، لأن الجيش النظامي قام بسحب الجثث أو القتلى أثناء انسحابه من مدرسة الشرطة، أو انسحاب القسم الأخير منه من مدرسة الشرطة إلى أكاديمية الأسد في الحمدانية. طيب، فقط أود أن أنوه إلى زيارة أود أن أنوه إلى زيارة معاذ الخطيب. إيه باختصار. نعم، بالنسبة إلى زيارة معاذ الخطيب إلى مدينة منبج، طبعا بعد الزيارة بدقائق فقط قام النظام بقصف مدينة منبج بصاروخ سكود ردا على زيارة معاذ الخطيب إلى هذه المدينة، ولله الحمد سقط هذا الصاروخ على أطراف مدينة منبج ولم يحدث أي ضرر بالنسبة إلى الأهالي أو المدنيين. طيب هذه الزيارة ماجد لا تسمعني، سأعود إليك في إلى المدرسة الشرطة في حلب. وفق متابعاتك، أهمية السيطرة على هذا المركز أو على هذه الأكاديمية بالنسبة إلى مقاتلي المعارضة؟ نعم، بالنسبة إلى مدرسة الشرطة، طبعا هي آخر معاقل النظام في ريف حلب الغربي. الآن ريف حلب الغربي بالكامل من بوابة مدينة حلب وحتى تركيا، هذا الريف هو محرر بشكل كامل ونهائي. أيضا أهمية مدرسة الشرطة، تكمن أهمية هذه المدرسة أنها تعتبر بوابة مدينة حلب من الجهة الغربية، يعني هي أقرب إلى حي الحمدانية وحي الراموسة، هذين الحيين الذين يعتبران مركز ثقل النظام العسكري في مدينة حلب. حي الحمدانية هو مشهور جدا. ماجد، سأكتفي بهذا القدر. ماجد عبد النور، مراسل شبكة شام الإخبارية من حلب، شكرا جزيلا لك.